يا أهل الإسلام على ظهر الأرض، نرجو لعيونكم أن ترى الطلعة الغارة في يوم القيامة، فلا تلطخوها ولا توسخوها ولا تحرموها هذا العطاء بتتبع هذه الصور الخبيثة في جوالات، في انترنت، في تلفزيونات، في مجلات. تضيعون ماذا مقابل ماذا؟ ماذا تحصلون؟ ماذا تكسبون؟ ماذا تجدون؟ احفظوا العيون، احفظوا الأمانة، إن عيونكم أمانة من عند صانعها ومكونها، لم تصنعها لكم مصانع دول ولا أحزاب ولا هيئات ولا إنس ولا جن. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اللهم أعنا على ذكرك.